ولا العطلة الرسمية بمثابة عمل عادية تربحنا هكا في 15 إلى شهر على الأقل في الرزنامن. فأنا هذه ما بين المقترحات الأجيال متاع الطعون راهي واردة في القانون، ما فيهاش اجتهاد طور ابتدائي وطور استئنافي بطبيعة الحال باش تكون كلها أمام رقابة المحكمة الإدارية. هذا ما لا حتى في الترشحات كذلك حبيت نعرف في الترشحات واش كان في النتائج. تم راي الطعون هي موجودة في التسجيل وموجودة في الترشحات وموجودة في النتائج اللي نحكي عليه كلها راهو طعون بصفة عامة. تم اختصار أجل في التسجيل واختصار أجل في الترشحات واختصار أجل في النتائج. هذه كلها معناها راهي حقوق لا يمكن المساس بها حتى الهيئة ما عندهاش فيها اجتهاد. واحنا وقت باش نعدوا الرزنامة راهو باش نعدوها على ضوء كل هذه المعطيات أخذ مع الاعتبار كل هذه الطعون. سي المنصري بعض الأحزاب اقترحت في طرح حوار ضيق وأرسلت مقترحات متاحة لرئيس الدولة فصول في التمويل مقاومة التمويل الأجنبي وقوانين لشركات سبر الأراء. هذه سي معز تدخل في إطار حماية الحياة السياسية بصفة عامة. يعني حماية الحياة السياسية بصفة عامة ما هيش فقط معناها قانون انتخابي، هي كذلك قوانين خاصة بصبر الآراء، قوانين خاصة بالتمويل، قوانين خاصة بالنسبة لنا احنا راهو قدمنا عدة مقترحات واللي أهمها معناها أهم مقترح قبل ما ندخل حتى في التفاصيل الأخرى. يا أخويا خصونا احنا في الفترة الانتخابية خصونا دوائر خاصة بالجرائم الانتخابية لدى المحاكم. راهو ماهوش معقول الجرائم الانتخابية يوقع النظر فيها مع جرائم الحق العام في المحاكم العدلية، ونعرفوا نحن البطء وطول الإجراءات والنقص البشري بالنسبة للقضاة وعدم تخصص القضاة. هذه أهم حاجة حماية الحياة السياسية راهي كلها نصوص خاصة، هذه كلها مقترحات قدمناها احنا كهيئة لأن نحن توا في إطار القانون الانتخابي اللي لازمته قانون أخرى قوانين أخرى تحمي الحياة السياسية بشكل عام. احنا ماذا بينا قانون ينظم صدر الآراء، قانون ينظم التمويل، قانون خاص بالجرائم الانتخابية وحتى بالحملة باش هكا السرعة في الفصل متاع النزاعات ماهوش معقول. ثم جرائم من 2014 و18 و19 وتو مقاش الفصل فيها في محاكم العدلية. هذه كلها معناها معناها ترسانة متاع قوانين لحماية الحياة السياسية بصفة عامة. هذه كلها قدمنا فيها مقترحات في كل التقارير متاعنا اللي قدمناها، وهو حتى توا في التقرير اللي حضروا فيه متاع الاستفتاء كل هذه المقترحات باش تتقدم إن شاء الله لرئاسة الجمهورية بواسطة هي من زادت ماسكة السلطة التشريعية. سي زغير ولا سي عصام ما عندكمش ملاحظات على ما كنتوا تسمعوا فيه؟ ولا أسأل من بعد ملاحظات نحكي فيهم محمدنا بالتحليل والنقاش. أنا فضل نعمل ملاحظات فيما بعد لأني مع احترامي لذات سي محمد صفته أنا لا أعترف به كهيئة مستقلة للانتخابات، هو أداة لضرب المسار الانتخابي.